السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن أحوال إن شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم الوصفة ديال الاحتفاظ بلاصوص طوماط. مني كتكون رخيصة كنستغلوا الفرصة وكنديروها صوص. هاد لاصوص زوينة بزاف طبيعية، ما فيهاش نهائيا المواد الحافظة وطريقة بسيطة جدا جدا. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. خليكم معايا نوريكم الطريقه وكيفيه الاحتفاظ بها. بالنسبه هنايا انا خديت مشيت درت لاكويات ديال مطيشه لي طوماط. بالنسبه للمطيشه اللي كتكون اون جينيرال في البوتاجي ديال الدار، مطيشه اللي حمراء كنجمعوها كلها، وبالنسبه للمطيشه اللي كتبقى خضراء كنديروا بها وصفه اخرى. ديجا راني حاطه الفيديو ديالها. عندي هنايا الحبق غنستعملوه حتى هو في هذا لاصوص طوماط. دونك كلشي هنايا ان شاء الله كاين طبيعي، اللي ما عندوش بيان سور راه كيشري هذا الشيء، راه موجود في جميع المحلات. بسم الله، اول حاجه كنبداو بها كناخذوا مطيشه كنغسلوها مزيان مزيان كما كتشوفوا في الفيديو. المهم انا كانت عندي الكميه كبيره، قسمتها هنايا على اربعه، غنوريكم واحد الكميه قليله. كنحيد هذاك الرويس الفوقاني كنقسمها على اربعه. علاش كنقسمها على اربعه؟ باش مني كنديرها تغلي كطيح لها داك الزريعه ديالها كتبقى في الطنجره فين كتغلي. غادي نوريها لكم حتى هي من بعد. انا ساليت هنايا مطيشه بالتقطاع كنديرها في هاد الطنجره كبيره، كنديرها فوق بوطه عاديه، ما كنقش البوطه، كنخلي بوطه العافيه مويه. بسم الله، كندير لها هنايا انا شاريه داك السيل ماغان، غادي ندير لها. نتوما مهم عندكم ميزانكم بالنسبه للقياس اللي بغيتيو. هنايا درت الملحه، باش تكون ديجا جاهزه في القراعي كتكون عندي واجده فيها الملحه. من بعد غادي ندير الثومه، انا شاريه الثومه عندي مقطعه ناضيه، غادي ندير معلقه كبيره ديال الثومه كما كتكون. بالنسبه للمقادير على حساب الكميه اللي عندكم ديال مطيشه. الا لاحظتي وانا هنايا مطيشه كاع ما نقيتها، خليتها بقشورها موالفه، نورمالمون كنقيها كانت كتاخذ لي وقت كبير بزاف. مني جربت هاد الطريقه هادي جاتني اسهل في الصراحه، والطريقه مزيانه بزاف. المهم الثومه حتى هي اختياريه على حسب نتوما شحال بغيتي والمذاق يكون فيها. غادي نحاول نخلط هاد العناصر مع بعضياتهم. دونك لحد الان درت الثومه والملحه، مهم بالنسبه للتخلاط اللي يقدر يستعمل يديه يستعملها. المهم انا بقيت كنخلط بشويه بشويه كما غتشوفوا، وصافي كنكون ديجا شعله البوطه على الطنجره، لانها الطنجره تبارك الله كبيره وكتاخذ شويه الوقت. كيف انا مني بديت شعلت عليها البوطه. الا لاحظتوا هنا واحد الحاجه مهمه، ما كنديرش الماء نهائيا حيت مطيشه كتلقى الماء بزاف. غادي نزيد هنايا الحبق، غنديرو غير من الفوق. بالنسبه هنايا اللي بغيت نشارك معكم ان كاين انواع ديال مطيشه. بصراحه مطيشه اللي كتجي بلاصوص زاكيه بزاف وما كتكونش مويه هي مطيشه ايطاليان، دونك لي طوماط ايطاليان، هما اللي كيجيبو لاصوص شويه خاطر. دونك غندير هاد الحبق مع هذا، صافينا هادشي باش غنسم مطيشه من السما بالثومه والحبق. نتوما الا بغيتيو بيان سور تزيدو لها الزعتر، الا بغيتيو ديروا لها دي زيبيس اخرين كيبقاو اختيارين، مي لا باز هي هادي. صافي غادي دابا نغطي هاد الطنجره كما كتشوفوا.
ما غتطلق ملي كتغطى كتطلق الماء ديالها، غادي نخليها حتى تغلي مزيان. ملي كتغلي كتهبط، هانتوما غتشوفوا معايا، شتيو عليه تقريبا لي 3 كار ديال مطيشه، وما اللي بقاو طلقات الماء بزاف. دونك ساعه ساعه الا بغيتيو كتحركوها. غتشوفوا معايا هنايا ان حتى داك الزريعه ديال مطيشه هبطات، كتهبط في الطنجره صافي. من بعد ما كنحس بها غلات مزيان، ضروري انها تغلي مزيان. علاش؟ باش كترطب شويه داك القشره ديال مطيشه. كناخد هنايا الصفايه، كنصفي هذيك مطيشه، كنخليها تقطر واحد شويه، وعاد كنبدا نوريكم المرحله الاخرى اللي كندير. هنايا بالنسبه مثلا الطريقه اللي كنت كندير قبل، كنت كنكبي عليها الماء سخون، وكنحيد لها القشره، وكنحيد لها الزريعه، وعاد كنطحنها. مني جربت هذه الطريقه هذه بصراحه جاتني سهله بزاف، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم باش تعم الاستفاده ان شاء الله. كنخليوها، المهم انا نكمل هنايا بشويه، بغيت نوريكم في هذا الفيديو المراحل كامله بصراحه، ونشرح لكم مزيان. وإلا عندكم شي سؤال، غيبقى شي سؤال ولا شي تعليق ولا شي حاجه، مرحبا تقدروا تكتبوا لي في لي كومونتير ونجاوب على الاسئله ديالكم كامله. انا اعطيكم كاع الاسرار ديال كيفاش نحتفظوا بها وكيفاش كنراقبوها، يعني انا اعطيكم لي ديتاي كاملين صافي. هنايا بردات واحد شويه، غادي نطحنها مباشره، طحنها مباشره. عندي بصراحه هاد الماكينه كطحن مزيان، يعني حتى القشره غتطحن. بالنسبه للناس اللي عندها ماكينه شويه مويه ما كتطحنش القشره، كيبقاو داك الطريفات ديال القشره كاينين في لاصوص، شنو كديروا داك الساعه؟ كتاخدو صفايه كبيره اللي العينين ديالها شويه كبار، وكتصفيوها، كتهبط لكم لاصوص لتحت، وكيبقاو داك القشرات ديال المطيشه كيبقاو في الصفايه صافي. يعني هذا هما يعني المراحل ديالها كما كتشوفوا. فريمون هذا هو الوقت اللي خدات لي، يعني ما نقصتش من الفيديو ابار داك الوقت ديال الثياب باش غلات صافي. هنايا كندير لها هنايا، عندي واحد البروغرام هنايا في هاد الطحانه هادي، كندير لها بحال غندير سموتي تو سامبلومون، يعني بحال نصوب العصير، وكنطحنها مزيان كما كتشوفوا. هنايا من بعد ما طحنات، غادي ناخذ طنجره اخرى وغادي نغلي فيها هذيك لاصوص. الا لاحظتوا هنا لاصوص خاطره بزاف بزاف، يعني اللي بغى يخلي لاصوص كونسونطري هكا يكتفي بهذا القدر هذا. انا ما بغيتش لاصوص خاطره، بغيتها شويه تكون واجده يعني للاستعمال. غادي ناخذ هذا الماء اللي بقى في الطنجره كما كتشوفوا، هو الزريعه، يعني غنصفي وغتبقى الزريعه، غتشوفوا معايا مزيان، غتبقى ليا الزريعه تقريبا كلها بقات في الطنجره صافي. دابا غادي نصفي هذاك الماء، غنحتاجو ناخذ منه غير شويه، ماشي بالضروره ناخذو كامل، على حسب القياس اللي بغيت. وكما شتيو هنا خاطره، غادي ناخذ هذاك الماء اللي صفيت وغادي نضيفو فيها، يعني بحال كلها مطيشه كنستعملها الماء ديالها وكلشي. غادي نخلط، حتى كيتجانس داك الماء مع داك مطيشه اللي خاطره. علاش غادي نغليها؟ يمكن لكم الا كنتيو غديروها في كونجيلاتور تخليوها غير هكا، ما انا بغيت نديرها في القراعي. كنديرها تغلي مزيان حيت كتكون سخونه مهمه، وكنكون ستيريليزي ديجا القراعي، مغسولين ستيريليزي وكلشي. غادي ناخذ هذيك لاصوص محطها سخونه كما كتشوفوا، الفوار طالع، وغادي نكبها في هذوك القراعي
هنايا كنت ما عنديش اللعب يعني، فاوت هذيك المغرفه، غنبدل المغرفه وغادي ناخد كاسرونه غنستعملها هي، غتجيني اسهل وغنربح الوقت. يعني دائما كنقلب على الطرق باش نربحو الوقت. صافي كناخد خديت هكا عمرتها مزيان، غادي ندور على القراعي كاملين نعمرهم. مهمة جدا ان المطيشة تكون سخونة اذا كنتي غديروها الطريقة. انا نفسر لكم الطريقة الاخرى اذا بغيتي ديروها، مي في هذه الطريقة هذه كتكون سخونة. علاش؟ لانني غادي نشد القراعي وهما سخان. اذا ما بغيتيوش، اذا كنتي وعاده تستيريليزيوها من بعد، يمكن لكم ديروا مطيشه ديالكم بارده وديروا القراعي تغلاو بمطيشه كيما الطريقه العاديه. مي هاد الطريقه هادي يعني اش غنقول لكم، كتربح الوقت بزاف بزاف ومجربه. ننصحكم بها. كيما كتشوفوا مطيشه ما فيها حتى شي ماده حافظه، يعني كلها ناتوريل. صافي دابا من بعد ما المهم نكمل هاد القرعات بالعمارة، كناخد هادوك الغطايات وكنشد ما حدها سخونه. هي بصراحه جاوني قراعي شويه سخان، مي تاخدو واحد الفوطه هكا تعاونوا بها باش تزيرو داك الغطا، تزيروها مزيان. صافي كنستمر على هاد العمليه. هنايا هاد المرحله مهمه بزاف، مني كنعمروهم كنخليهم حدانا داك القراعي حتى كنسمعوهم كيديروا طرق طرق طرق، يعني كيصفوا داك الريح اللي في داك الهواء كيتصف، كتسمعوا الطرق في كل قرعه، كتسمعوا داك الطرق مهمه قبل ما تخبعوها. بهذه الطريقه هذه كتكون مطيشه ديالنا واجده. مني كنسمعوا ان داك لو نومبر ديال القراعي اللي درنا كلهم سفو داك الهواء، غادي دابا نوريكم الطريقه ديال الاحتفاظ بها. انا هنايا كي كندير لها كندير هكا كرتونه عاديه، ولا اللي عنده ان بلاكار سميتو، انا نوريكم هذه اسهل طريقه. كنديرها هكا في كرتونه كنستفهم. هي اهم حاجه انها تبقى في الظلام، ملي كتصوب غتبقى في الظلام. اللي بغيت نقول لكم، من بعد ما كتخبعوها واحد دو سيمين هكاك كتطلعوا على هذيك مطيشه، الا جبرتيوها ولات كدير الكشكوشه كتحيدوا لها تو سامبلومون داك الكشكوشه وتغليوها وتعاودوا تشدوها في القرع. اذا ما دارش كشكوشه يعني هاد العمليه راه نجحت وكتنجح يعني، وسهله سهله بزاف. نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وتشاركوا وتجربوا هاد الطريقه هذه ديال الاحتفاظ بهاد لاصوص. نتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم وصفه جديده مع كاتري لاميا.